والله بالخير حبايبي، وعدت اليكم من جديد. كابتن ماجد هو هذا اللي كان مهم علينا، جالسين نحكي القصه اليوم يا جماعه. قصه حقيقيه احدثت في المملكه العربيه السعوديه. طبعا كل اللي قاعد يذكرونها انها احدثت في التواريخ الهجريه، فما راح اقول التواريخ، ولا تبغى اقول. قاعد تقول القصه واحده تقول: تزوجت يا جماعه واحد شاب يافع نافع، وعشنا عيشه جميله. طبعا كان وسيم وكان قريب لله سبحانه وتعالى، وايضا كان بار بامه وابوه. تقول، انا اقول لكم انه هو بار، بس بار بطريقه مو طبيعيه، لدرجه من كثر ما هو زين مع امه وابوه انا احمد ربي ألف مره انه تزوج ريال. بعد سنه زواج جبنا بنت. بعد ما جبنا هذه البنت انتقل شغله الى المنطقه الشرقيه، فكان يقعد اسبوع وينا، اسبوع وينا. ومر على هالموضوع 3 سنوات، صار وقتها عمر بنتي 4 سنوات. مين قصدي؟ لأن عقب ما صار عمرها سنة وراح 3 سنين فصاروا 4. تقول في يوم 9 من رمضان، وهو بالطريق جاي لنا من الرياض للمنطقة الشرقية، يصير لحادث، تنقلب السيارة تقريبا 3 قلبات ويودونا المستشفى ويدش في غيبوبة. عن الدكاترة لما كشفوا عليه اكتشفوا إن هو توفي دماغيا بنسبة 95%. يعني هذه 95% النسبة اللي انتلفت من خلايا المخ. أمه وأبوه طبعا انصدموا، وصدمة ما بعدها صدمة. وغير كذي اللي معور قلبي أكثر شيء بنتي أسماء، اللي تسألني عن أبوها كل الوقت وما أدري شو أقول لها. صرنا نتناوب أنا وأهلها على زيارته بالمستشفى لمدة 5 سنوات. بعد 5 سنوات في ناس قالوا لي: ليش ما تطلقين بالمحكمة؟ ويجوز لك شرعا انك تطلقين، خاصة انه هو ما عاد ينفع بشيء والشيء حلال عليك، ليش ما تطلقين؟ تقول انا رفضت الطلاق، قلت طالما هو موجود على الارض راح يكون زوجي، لين رب العالمين ياخذ امانته، غير كذي ما اهده. تقول واكثر شيء انا اهتميت فيه صرت بنتي هذه اللي دخلتها مدارس تحفيظ القرآن، قبل لا تكمل 10 سنين حفظت القرآن. وطبعا قلت حق بنتي قصة أبوها والحادث اللي صار له، وكانت يا أنها تبكي أو أنها تقعد صامتة. وربيت بنتي تربية أنها تكون إنسانة صاحبة دين، من قبل لا تكمل 7 سنين وهي تصلي كل فرض بوقتها وغير صلاة الليل، علمت أنها ما تتركها. والحمد لله كانت خوش بنت وتسمع الكلام، وتعلمت من يدتها ويدها الله يرحمهم اللي هم ام وابو الريلي، كانوا يساعدوني مع التربية. وطبعا كانت بتروح معاي ونزور ابوها مع بعض وتدفع صدقات باسم ابوها. يوم من الايام قالت لي: يمه خليني الليله عند ابوي. تقول طبعا كان الموضوع وايد صعب بالنسبه لي اني اخليها، اول مره بخلي بنتي بروحها. ترددت بالبدايه بعدين خليتها. وقعدت عند ابوها وقرت سورة البقرة كاملة، ختمتها وهي قاعدة على راسها تقرأ وتدعي حق أبوها. طبعا أكيد الواحد لما يقرأ قرآن وشذي سهران جت لها النومة، نامت. قعدت فجأة إلا كان وقت الصلاة، هذه البنية طبعا قاعد تقول توضيت وصليت، تقول وأنا قاعد أصلي كبس النوم على عيني ونمت وأنا أصلي. تقول ما أمداني، غفت عيني إلا أسمع صوت أحد يقول لي: شلون تنامين والرحمن يقظ؟ وهذه ساعة استجابة يا رب العالمين، يجيب دعوة عبده وأنت تنامين بهالوقت؟ تقول فجأة قمت وذكرت شيء كان غايب عن بالي. تقول فجأة رفعت يديني قعدت أطالع أبوي، عيني كلها انترست دموع، وأقول: يا حي يا قيوم، يا رب العالمين، يا عظيم يا جبار، يا كبير يا متعالي، يا رحمن يا رحيم، هذا اللي قدامك ابوي، صاب اللي اصابه وانت عالم، واحنا صبرنا وحمدناك يا رب العالمين على اللي انت كتبت لنا بقضائك يا رب العالمين. اللهم يا رب ان ابوي تحت مشيئتك وتحت رحمتك يا رب العالمين، شاف لنا. تدعي وتقول: اللهم يا من شافيت ايوب من بلواه، ورددت موسى الى امه، وانجيت يونس من بطن الحوت، وجعلت النار بردا وسلاما على سيدنا ابراهيم. شافي ابوي وطلع من البلوى اللي هو فيها، يا الله يا كريم رب العالمين. قالوا لنا ان حالته ميؤوس منها، فالطف فيه بلطفك. قامت تدعي لين غطت عينها ونامت.
قول نمت نومة عميقة، على قعدت من نومتي على صوت أحد يقول لي أنت منو وش تسوين هني؟ تقول قعدت تلفت منو قاعد يكلمني؟ تقول عاد الكلام مرة ثانية ولا التفت ولا أبوي اللي قاعد يتكلم، وركضت ومسكت دينا وبست دينا شو نقول لي وخري عني حرام اللي قاعد تسوينه أنت ما تحلي. استغفر الله استغفر الله، شو تبوسين ديني؟ أنت منو عشان تبوسين ديني؟ أعوذ بالله من غضب الله. شو تقول له أنا بنتك بنتك أسماء؟ فسكت. من الصدمة هديت أبوي وطلعت نادي الدكاترة أركض أركض أركض، ويوم كلهم ويوم وياهم دكتور أجنبي لما شاف أبوي فحصه قال الكلمة مكسرة سبحان الله، قصدي إنه يعني عربي مكسر فقال سبحان الله، وهم دكتور مصري قال سبحان الله من يحيي العظام وهي رميم. أبوي كان قاعد يطالعنا مستغرب مو عارف شو السالفة، فقلنا له صار كذي وكذي وكذي. المهم أبوي تأثر وقام يبكي قال الحمد لله ويحمد ربه ويقول رب العالمين هو الخير حافظ هو اللي يتولى عباده الصالحين، يقول والله اني ما اتذكر الا حزه الحادث وبعدين ما اتذكر شنو صار، يقول والله احس كنا الزمن وقف عندي لاني احس يوم الوقت الحادث كنت ناوي اوقف ابي اصلي وصار الحادث لا اله الا الله، ادري اذا انا صليت ولا ما صليت قبل الحادث صلاه الضحى كان وقتها. تقول ام اسماء ورجع لنا وكان عمر ريلي 46 سنه، الله رزقني منه ولد لا إله إلا الله بعد ما كان زوجي متوفي دماغيا 15 سنة. ولدي الحين بالسنة الثانية يمشي لا إله إلا الله. يا جماعة لازم عمرنا بحياتنا ما نوقف الدعاء، لأن ما يرد القضاء إلا الدعاء والصبر. كاهو ريلي رد لي ولله الحمد عشنا عيشة سعيدة. ولازم ما ننسى بعد في الموضوع بر الوالدين، لأن أم وأبوه كانوا يدعون له بعد، ولازم نفكر إن كل شيء بالدنيا أمره بإيد رب العالمين، حتى لو الأطباء قالوا ما دماغية، حتى لو قالوا إنه ما له علاج، لا علاج برحمة ورضا رب العالمين، لازم دائما يكون إيماننا قوي بالله. حبايبي مهما زادت الكرب وسكرت كل البيبان بويبكم باب الرحمن مفتوح للجميع، وهو الوحيد اللي لازم ما نكون يائسين من هالدنيا، لأنه هو الباقي الموجود اللي يسمع دعوة الداعي إذا دعا. حبايبي أتمنى قصة اليوم نالت على إعجابكم ورضاكم، ولازم ما ننسى إن الله موجود لو مهما